أطيب وأرق تحية لكل أوفياء الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو. أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي. كيف العادة فقرات منوعة كتسناكم فيها مجموعة من الأفكار ومن الاقتراحات، مجموعة من الأسئلة اللي عندها علاقة بالموضة غادي نجاوبوا عليها اليوم مع خبير الموضة المصمم عبد الوهاب بن حدو. أهلا وسهلا بك عبد الوهاب. أهلا وسهلا أفاف، شكرا على استضافتكم ليا. مرحبا، أهلا وسهلا. اليوم إن شاء الله غادي نجاوبوا على مجموعة من الأسئلة اللي هذه مدة باش كتسنى اللي عندها علاقة بالموضة، غنجاوبوا إن شاء الله. وكنتمنى كل الناس اللي كانوا طرحوا الأسئلة ديالهم يكونوا اليوم في الاستماع. من بعد غادي نمشيو لفقرة بريكولاج، مجموعة من الأفكار ومن الاقتراحات كتوصلنا يوميا من خلال صفحة برنامج سيداتي سادتي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. فاليوم إن شاء الله غادي ندرجوا أفكار واقتراحات من عند ملكة من تيزنيت، من عند فاطمة بالحاج، ومن عند سميرة من مدينة أكادير. التواصل معكم أنتم أو في أنا كيف العادة غادي يكون على الأرقام اللي هي دائما مفتوحة وراه الإشارة 05 22 46 72 50 51 أو 52. ما تنسوش أنه بإمكانكم تواصلوا معنا كذلك عن طريق الرقم 5080، كتبوا فقط كلمة ماد، خليوا فراغ صغير وبعتوا بالسؤال ديالكم في رسالة قصيرة SMS للرقم 5080. واليوم كيف قلنا الأسئلة اللي عندها علاقة بالموضة غادي نجاوبوا عليها مع خبير الموضة عبد الوهاب بن حدو. نبقاو لحظة مع أولى اختياراتنا الغنائية، نسمعوا لها وراجعين ما تمشيو فين. ورجعنا دائما على ميد غاديو الإذاعة القريبة منكم وبرنامجكم سيداتي سادتي، اليوم ورفقة خبير الموضة عبد الوهاب بن حدو. عبد الوهاب غادي نمشيو على فبركة الله باش نجاوبوا على مجموعة من الأسئلة، وغادي نبداو بأول سؤال ديال عروسة شفيقة من أرفود. فشفيقة قالت عندها العرس ديالها غادي يكون قريب وهي عارفة أنها تعطلات لأنها مازال ما وجدتش اللبسة ومازال ما وجدتش جلابة، فهي كتقول أنه البشرة ديالها بيضاء والقامة ديالها عادية، يعني ما عندهاش واحد زيادة في الوزن اللي هي كثيرة ولا بغات تعرف الثوب اللي غادي تاخذ بالنسبة للبسة، تعرف كذلك اللون الفصالة والخياطة وحتى بالنسبة للجلابة. وكانت هي أكدت على واحد النقطة عبد الوهاب على أنها بغات تكشيطة ولا اللبسة اللي غتخدمها تبقى عندها، يعني ماشي تلبسها غير نهار العرس ومن بعد تبقى في البلاكار وهكذا غتضيع فيها، يعني بغات تلبسها حتى في مناسبات من بعد. واخا دونك نبداو إن شاء الله باللبسة بالتكشيطة. كنصحها هاد الأنيسات أنها تلبس تاخذ ثوب اللي هو ساتان دو سوا، وإذا كانت بشرة إذا كانت بيضاء اللون تاخذه في البوردو، تاخذ ساتان دو سوا في البوردو وتاخذ التليجه الثوب ديال التليجه من التحت ودير الفصاله اللي تقدر ديرها، دير فصاله عصريه اللي هي شويه ايفازي ولكن تخلي جناب محلولين بحال الخياطه ديال زمان شويه باش تبان التليجه ديالها من التحت، حيت ما بغاش دير الخدمه بزاف وبغاتها تستعملها في مستقبلا. دونك تحاول تخدم غير صدر والكول ديالها وتخدمه بالطرز وبالتنبات بالاحجار وبالجوهر، وتخدم الكميمات حتى هما وتخلي الخراط باينين باش تبان التليجه ديالها باش تعطي واحد رونق للبسه ديالها بالكامل. اذا عبد الوهاب الفتح في الجناب رجعنا كنديروه اللي كانوا زمان ولا غير مثلا بالنسبه للعروسه؟ هي اليوم رجعنا للفصاله ديال زمان وفصالات المخزانيه، حيت هما فصالات اللي كتلقى المراه فيها الراحه ديالها وفيهم حتى ديك الهمه تماما وفيهم واحد الجماليه والاثواب اللي كتعطي واحد الجماليه في هاد الفصالات هادو هما الاثواب اللي كيكون زمانيين حتى هما بحال التليجه بحال الجوهره بحال البروكار كما كنعرفوا. دونك هاد الاثواب كيرجعوا دابا بكثير في هاد الابان هذا. دونك ندوزو للجلابه ديال الانيسه، انا كنصحها دير جلابه بالسوسدي وجوهره بجوج، دير لتحت السوسدي اللي هي ما هي عروس، دونك دير تحت باردون دير تحت جوهره والفوق دير سوسدي، وتحاول ديرهم طون سور طون يكونوا بيضين ولا يكونوا بيج ولا بلون كاسي، وتحاول تخدم جوهره براندة خفيفه والفوق تحاول تخدمه بالطرز شويه ديال الطرز ولكن يكون خفيف بالدبانه ولا بالكوزه ولا بشي حاجه في الكمام والفوق في الكول والصدر والدور حتى القب ديالها، كتجي تيجي رونق زوين. ولا بغات عاوتاني تحيد الكمام من السوسدي وتخلي الجلابه الفوقانيه ديال السوسدي غير جلابه بلا كمام والتحت باش يبان السوسدي الا كان عاوتاني احسن يعطي رونق اكثر للجلابه، اذا التحت باش تبقى تبان جوهره اللي هو ثوب عظيم. تبارك الله عليك. نمشيو هذه المره للسؤال اخر، كان من عند أم مروة اللي كتقول عندها جلابة مليفة فيغوايال، المشكلة اللي عندها عبد الوهاب على أنه الجلالب اللي عندها في بلاكار كلهم طون سيغ طون اللون في اللون، فقالت دابا هاد الجلابة ما بغيتش ذاك اللون في اللون نهائيا وما بغيتش نعاود نخيطه مازال، فهي بغات تعرف الاقتراحات بالنسبة للخياطة شنو هما اللوينات اللي غتدخل مع هاد الفيغوايال الأخضر الملكي. ألوغ بعدا برافو عليك لالا لأنك بدلتي هاد طون سيغ طون، حيت طون سيغ طون كنشوفوه بزاف ودونك حان الوقت أننا نبداو نزعمو في الألوان ونجرؤوا في الألوان. دونك كنصحها إن شاء الله
الجلابه تاخذها وكتجي زوينه بالجلابه مليفه كتجي زوينه بالبرشمان خدمه البرشمان وديرها ما ديرهاش ايفاز ديرها دووات شويه بافتحات في الجناب والبرشمان تدخل فيه الالوان التدريجيه ديال الفيولي وديال الفيغ دونك تحاول تدخل الفيولي في الجلابه كيجي عظيم مع الفيغ رويال وتدخلو دخلت حتى الغوز حتى هو لي ديغرادي ديال اللون الفيولي والديغرادي ديال الخضر ديالها هاد جهه عظيمه. واخا نمشيو هاد المره لسؤال اخر كان من عند سميره. سميره كتقول فكرت انها دير جلابه اللي يكون فيها التحت والفوق يعني دو بيس فهي بغات تعرف شنو الاسواب اللي غادا تكون موالمه لهاد الموسم هذا. وهنا ربما عبد الوهاب كنتكلموا على واحد النقطه بزاف ديال السيدات في الخريف كتقول لك كندوخ ما كنعرف ما نتقدى في الحوايج ما كنعرف ما نلبس لانه الصيف صافي مشى حنا مقبلين على الفصل ديال الشتاء جينا الوسط بيناتهم فدابا هي كتسول شنو من الاسواب اللي غادي يكونوا يعني مواتين ولا موالمين لهذا الموسم هذا خصوصا جلابه دو بيس فيها الفوق والتحت. دابا خصنا نعرفوا بان المغرب ديجا داك الصيف الشتاء اللي كان كان شحال هذيك تيكون ما بقاش يكونوا لينا كنعيشوا بزاف دومي سيزون في المغرب دونك المليفه الخفيفه تتكون زوينه في صيف الشتاء دونك كنصحها دير مليفه من الفوق والتحت دير ثوب اللي خفيف اللي هو يقدر يكون حتى حتى الثوب ساتان لوغونزا ولا الموسلين اسمح لي الموسلين دير الموسلين تحت من 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 المليفه اللي تكون هي خفيفه ماشي المليفه الغليظه تكون اون لين ولكن تكون هذا ولا لا بوكليت حتى هي مزيانه واحد الثوب راه هو لا لين ولكن محبب تيكون محبب ودير الموسلين تحت باش تعطي واحد الرونق لذاك دو بيس وتحاول تحليلها حتى هي افتحات في الجناب وافتحات في القدام وغتكون غتكون زوينه فوقاني تحاول ديرو ملون فيه لوينات لوينات ديال لوينات الصيفيين واخا حنا في الشتاء ولكن لوينات الصيفيين كيعطيو واحد المورال تيزيان تيولي عندك زوين في فصل الشتاء. غادي نرجعوا مازال غادي نجاوبوا على السؤال ديال غيتا اللي كانت سولات على الجلابه بالجياب واش مازال هذا رجع للموضه وغادي نرجعوا ليها ولا لا. غنجاوبوا كذلك على السؤال ديال لطيفه اللي سولات على تكشيطه بالجيلي واش ممكن نديروه واش من شكل ديال الجيلي وحتى بالنسبه للطول ديالو كيفاش كيكون واش نخليوه محلول اولا نسدوه الجيلي واش نتحزموا عليه بالحزام ولا لا. هذه مجموعه ديال التساؤلات ان شاء الله غادي نجاوبوا عليها اليوم مع خبير الموضه عبد الوهاب بن حدو دائما في حلقه اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي على ميد غاديو الاذاعه القريبه منكم. فاصل ورجعي ورجعنا دائما على ميد غاديو. غادي نمشيو هذه المره للسؤال كان من عند غيتا كتسول عبد الوهاب غيتا على جلابه بالجياب واش رجعنا ليها وهي دابا دارجع للموضه او لا نهائيا وفوقاش نقدروا نديروا جلابه بالجياب وفوقاش نبعدوا عليها. جلابه بالجياب هي كيبقى اختيار شخصي لكل امراه. والجياب انا شخصيا ما كان الجياب تيكونوا ما تيكونوش ما تعطيش واحد جماليه للجلابه. تنفضل انا يكونوا الافتتاحات ديال الجياب ولكن ما يكونوش فيها الجياب ولكن في نطاق الا حنا بغينا نديروا الجياب نحاولوا نديروهم خارجيا ماشي داخليا نزوقهم ولا نطرزوا الجياب ونديروهم بحال من الفوق نحطوهم الفوق يكونوا باينين الجياب باينين ومطروزين وفيهم شي عمل يدوي زوين. دونك كنظن انه اختيار شخصي كل وحده وكل موديل كيفاش كيتمشى. إذا كان موديل مخزني تنظن الجياب بلاش. إذا كان موديل هو عصري وإيفازي ولا شي ولا 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 دغوا وبغينا نديرو فيه جياب ولا تخوا كار ولا شي حاجه بحال هكا تنظن انه الجياب تيكونوا تعطي واحد الجماليه للجلاب. الجياب واش كيزيدوا العرض مثلا على مستوى الارداف بالنسبه للمراه؟ يعني السيده اللي مثلا عندها شويه زياده في الوزن خصوصا على مستوى الارداف واش تبعد على الجياب؟ تبعد على الجياب ولكن تقدر دير جياب بلاصه في بلايص اخرين تقدر ديرو الفوق جيب غير ديكور تقدر دير بحال الشكل ديال اكزاكتومون تقدر دير جياب كونغورو من القدام باش يعطي واحد الجماليه واحد العصرانه للجلباب. واخا نمشيو هاد المره للسؤال ديال لطيفه اللي كتسول هي فكرت انها تخدم شي لبسه ولا تكشيطه قالت شافت بزاف ديال الشكيلات ديال الجيلي اللي هما كنقترحهم عليها السيد اللي غادي يخدم ليها اللبسه فهي قالت دوك الاشكال اللي وراني بزاف دخت ورجعت ما بقيتش اختاريت نهائيا فهي قالت من ضمن الاشكال اللي شافت لقات واحد الجيلي اللي هو كيكون طويل وكتحزم عليه واحد اخر اللي كيكون بحال داك الشكل ديال بوليغو اللي حنا كنسميوه كيعرفوه بزاف ديال السيدات يعني كيكون قصير ولقات واحد اخر اللي كيكون يعني الشكل ديالو يعني في التحت بحال الشكل ديال فرماجه كيجي متلت فهي سولات شنو الشكل اللي غادي يجي مواتي مع اللبسه وبغات حتى تعرف كيفاش داك الجيري تستغلو يعني الوقت اللي ما تبغيش تلبسو مثلا مع اللبسه ولا مع التكشيطه تقدر مثلا تلبسو مع بونطالون مع سروال. الوغ كنصحها انها دير جيلي عادي اللي هو فايت الطول ديالو المضمه بواحد 6 سنتيم ماكسيموم ويكون ما يكونش عريض بزاف ويكون هو اللي فيه الخدمه اكثريه وتحاول دير القفطان اللي لتحت خديمه غير في الكمام وفي الكول
صافي وداك الساعه سواء تبغي تلبس الجيلي سواء ما تبغيش تلبسو هذاك اختيار ديالها، ولكن انا كنصحها انها دير جيلي اللي هابط شويه على المضمه بواحد 6 سنتيم حتى 7 سنتيم. واخا غادي نمشيو هذه المره لفقرتنا المواليه فقره بريكولاج، مجموعه من الافكار ومن الاقتراحات، وغادي نرجعوا مازال عند خبير الموضه عبد الوهاب بن حدو اللي هو مرافقني في الحلقه ديال اليوم، وان شاء الله نستقبلوا الاتصالات ديالكم مستمعينا الكرام ونجاوبوا على كل تساؤلاتكم اللي عندها علاقه بالموضه. فاليوم اول اقتراح غادي نبداو به كان من عند ملكه من تيزنيت اللي كتقول انا بغيت نعطيكم واحد الطريقه اللي هي سهله بزاف بالنسبه الى بغينا نشفوا مطيشه، يعني مطيشه يابسه تكون عندنا ديك الطريقه ديال التجفيف ديال المطيشه. فكتقول هي سهله، ما علينا الا ناخذوا الكميه اللي بغينا ديال المطيشه باش غنيبسوها، ومن الاحسن تكون ديك مطيشه اللي حمراء يعني اللون ديالها كيكون حمر، كنقطعوها على شكل دوائر. وكتقول هذه النصيحه اولى كنعطيها اختي عفاف لكل السيدات، ما ياخذوش ديك مطيشه اللي كيكون شويه اللون ديالها اما احمر باهت او لا كتكون شويه يعني بحال مخلطه، اما كتكون فيها شويه ديال الصفوريه ولا شويه ديال الخضوريه، كتقول هذيك راه ما كتصلحش نهائيا، خاص المطيشه كلها تكون حمراء. كنقطعوها على شكل دوائر تكون شويه سميكه، من بعد كنحيدوا ليها الزريعه، كندهنوها بشويه ديال الزيت البلديه، الملحه، الزعتر، كنعملوها في شي لاطه ديال الفران اللي كنكونوا فرشنا فيها الورق ديال الطهي ولا البابي كويسون، ومن بعد كندخلوها الفران اللي كيكون سخون ومطفي. كنعملوا هذه الطريقه واحد 3 أو 4 ديال المرات في النهار حتى كنشوفوا انه مطيشه ما بقاش فيها الماء نهائيا، وباش كنعرفوا انها بدات كتيبس كتبدا بحال اللي كتكمش، فهذا كيعني انها راها واجده. ديك الساعه كنحيدوها من الفران، كنخليوها حتى كتبرد، وكنديروها في واحد العلب ديال الزاج، وكنحتفظوا بها، وها هي مطيشه عندنا يابسه كنقدروا نرافقوها مع بزاف ديال الشيوات وبزاف ديال الوصفات. غادي نمشيو لاقتراح اخر هذه المره من عند فاطمه بالحاج. فاطمه كتقول بالنسبه للناس اللي عندهم الفضه في الدار، ممكن تكون عباره عن مثلا اكسسوارات ولا ديكورات عندهم ديال الفضه في الدار وما كيعرفوش كيفاش يقدروا ينظفوهم. فاليوم فاطمه بالحاج اختارت على انها تعطينا 3 ديال الطرق. اول طريقه غادي نحتاجوا فيها الماء مغلي، تقريبا ايترو ديال الماء مغلي مع ملعقه كبيره من مسحوق بيكربونات صوديوم، وكناخذوا واحد الورقه ديال الالومنيوم اللي كنقطعوها طريفات صغار بالمقص، يعني طريفات اللي كيكونوا صغار بزاف، وكنديروا اي حاجه عندنا ديال الفضه كنديروها في هذا الخليط، وكنخليوها مرقده على الاقل واحد المده ديال 10 ديال الدقائق، وديك الساعه كنحيدوها بواحد السهوله. ديك الساعه كندوزوا غير واحد الشيفون كيكون كافي، وكتكونوا متاكدين انه ديك الفضه رجعات ليها ديك النقاوه وحتى اللمعان. اذا كناخذوا ايترو ديال الماء مغلي، كنخلطوا معاه ملعقه كبيره من مسحوق بكربونات صوديوم، واحد الورقه ديال الالومنيوم اللي كناخذوها وكنقطعوها على شكل طريفات صغار بالمقص، 3 ديال المكونات كنخلطوهم، وكنرقدوا في هذا الخليط اي حاجه عندنا مصنوعه من الفضه، كنخليوها مرقده على الاقل مده ديال 10 ديال الدقائق، وديك الساعه كنحيدوها، وكيكفي انه غير كنشفوها وكتكون نتيجه هائله. عطاتنا فاطمه بالحاج اقتراح ثاني، كتقول بالنسبه للكيتشوب، خصوصا الناس اللي كيكون عندهم الكيتشوب وربما ما كيستهلكوش بزاف حتى كتفوت مده الصلاحيه ديالو، الا فاتت مده الصلاحيه ما ترميوش، كتخليوه فقط لهذا الاستعمال ولهذا الغرض انكم كتنظفوا به اي حاجه مصنوعه من الفضه. كتاخذوا داك الكيتشوب وكتدهنوه على اي حاجه ديال الفضه، كتخليوه مدهون عليها المده ديال ربع ساعه، عاد ديك الساعه كترجعوا وكتمسحوا غير بواحد الشيفون رطب اللي كيكون عادي، والنتيجه كتكون كيف ما بغيتوا. عطاتنا اقتراح ثالث كذلك دائما بالنسبه للتنظيف ديال الفضه، وهذه المره الخليط غادي نصيبوه بالماء مع النشا. كتقول كتخلطوا الماء تقريبا واحد نص سترو ديال الماء مع واحد 3 ديال المعالق كبار ديال النشا، هذا الخليط كذلك كترقدوا فيه داك الفضه، او الا ما كانش عندكم الوقت وكنتوا مزروبين، بمجرد ما كتخلطوا كتاخذوا واحد الشيفون اللي كتفزقوه بهذا الخليط وكتبداو كتمسحوا ديك الفضه، والنتيجه كتكون معتبره، وديك الفضه كترجعوا ليها النقاوه واللمعان. شكرا لك فاطمه بالحاج على 3 ديال الاقتراحات كلها خاصه بالتنظيف ديال الفضه. سميره من اكادير هذه المره عطاتنا اقتراح بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم صباط ديال الدار، وبعض المرات ما كيعرفوش طريقه التنظيف ديالو، كتقول بزاف ديال الناس كيقولوا راه صعيب وكيخافوا على انهم يقيسوا الماء ويعني غيولي فيه مشكل. فشنو كتقترح سميره؟ كتقول هاد الناس كنقترح عليهم فقط القهوه السريعه الذوبان مع قطيره ديال الماء باش كندوبوا ديك القهوه، ومن بعد كناخذوا واحد الشيفون اللي كنبداو كنفزقوه بهذا الخليط، كنعصروه، عاد كندوزوا على داك الصباط ديال الدار وكنحطوه في الظل باش كيبس ولا كينشف مزيان، والنتيجه هائله، الطبايع كلها ما كتبقاش نهائيا في داك الصباط ديال الدار. كتقول سميره من اكادير جربوها وغتشوفوا. فشكرا لك سميره، شكرا لفاطمه بالحاج، وشكرا للملكه من تيزنيت على كل الافكار والاقتراحات اللي هما تقاسموها وتشاركوها معنا في الحلقه ديال اليوم. حنا برنامجكم مازال نتواصل معكم سيداتي سادتي اليوم بحضور الخبير والمختص طبعا في الموضه عبد الوهاب بن حدو. اليوم ان شاء الله غادي نرجعوا نجاوبوا على التساؤلات ديال المستمعين
مستمعي الكرام اللي عندها علاقة بالموضة، فمرحبا بتواصلكم معنا على 0522 46 72 50 51 أو 52. تواصلوا معنا كذلك عن طريق الرقم 5080. ما عليكم إلا تكتبوا كلمات ماد، تخليوا فراغ صغير وتبعتوا بالسؤال ديالكم في رسالة SMS لرقم 5080. غادي نمشيو الاسماس معنا هاد المرة عبد الوهاب من عند مستمعة اللي هي هدى، كتقول العمر ديالي 24 سنة، بغيت غير نسول على القفطان، لأن يعني ما كنبغيش نلبس بزاف تكشيطة لأنها ما كنرتاحش فيها، بغيت نسول على القفطان بالنسبة للبروكار، واش كيتناسب مع السن ديالي ولا لا؟ لأنه بزاف ديال الناس كيقولوا لي وهذا كيصلح غير مع النساء اللي كيكونوا شوية كبار في السن بالنسبة للبروكار. عبد الوهاب باش غادي نجاوبوها. البروكار كيجي مع كاع الناس وكاع العيالات، ما عندوش علاقه نهائيا بالسن. هو خصو يكون الا كان الا كانت شحال في عمرها هاد السيده؟ 24 سنه. دونك خصها تحاول تبطنو بشي لون اللي يكون شويه لون لون زوين، ولون يكون عاطل جون، لون شبابي تبطنو به وتحاول تنبتو شويه، ولا تحاول تزيد عليه احجار في الكول وفي الكميمات باش يعطي واحد البهجه للسن ديالها والانيسه هي والقفطان بالاحرى. واخا ام سهيل كتسولك عبد الوهاب الله يخليك، بغيت غير نعرف بالنسبه للتنبات، واش بالنسبه للبسه واش نبت السفيفه اولا نبت غير الجناب ديالها؟ اشنو اللي كيجي في المنظر حسن؟ السفيفه هي اصلا تتنبت القفطان. السفيفه بوحدها كتعطي واحد رونق للقفطان، دونك الا جينا حنا نبتنا فوق منها غنخسروا داك الجماليه ديال وما كتبقاش تبان السفيفه، وكنكونوا حنا خسرنا على السفيفه المال. دونك تنصح انها تخلي السفيفه ديالها وديرها رقيقه، ما ديرهاش عريضه، وتنبت الجوانب ديالها باش كل حاجه تبان الجماليه ديالها، السفيفه تكون باينه والاحشر يكونوا باينين في التنبات. واخا نمشيو هاد المره في مكالمه معنا سليمه على الخط من مدينه مكناس. اهلا وسهلا بك سليمه. اهلا وسهلا سليمه، مرحبا بكم. شكرا مخسي، كنشكركم بزاف على هذا البرنامج. الله يبارك فيك. العفو، مرحبا بك سليمه. بارك الله فيك اختي. السؤال ديالي ما هذا ما يخص واحد الصابون كنت عطيتك الاخت زهيره. اييه. فيه صابون، هذاك الصابون الجاري البلدي الخضر. اييه. قالت لك كيصلح للسياخ والماء هذا، كنت لقيتكم ساليته ما قيتوش. الله يخليك حبيبه ديالي. نعاودوا ان شاء الله. واخا ان شاء الله نعاودوا الاقتراح ديال زهيره. واخا الله يسهل عليك. وعافاك، وبغيت لي شي وحده في المجتمعات اللي كتعرف تصايب شي كاسير زوين الله يسهل عليك تعطينا حبيبه المقادير ديالو. واخا ان شاء الله تسني هذه الاجابه مع زميلتي سناء الكناني في برنامج ليله مولاتي. نمشيو هاد المره من بعد سليمه من مكناس باش نتواصلوا مع خديجه على الخط معنا من مدينه الدار البيضاء. اهلا وسهلا بك خديجه. بخير خديجه، الا سمحتي غير الراديو الا كان حداك بعدي عليه وسمعنا من التليفون ماشي من الراديو. لا بعيد عليه وكنسمع من التليفون. مرحبا مرحبا خديجه. غير دايره لوبالر ماشي مشكل. الله يخليك. شكرا على هذا البرنامج، كنشكرك بزاف. العفو، مرحبا بك خديجه. شنو هو سؤالك؟ صافي الله يبارك فيك. سؤالي، وعندي واحد الثوب ديال الحرير فيه الالوان. اييه. الفون ديالو في الكري وفيه لوينات الروز فيشيا والصفر بارد ماشي بزاف، الصفر ما بينش بزاف. أيه. وانا ما بغيتش نديرو قفطان، بغيت نديرو لبسه. اييه. واش غادي ندير شي حاجه فوق منه؟ انا جاتني فكره ديال انني ندير شي حاجه فوق منه بحال لوغلونزا، بحال موسلين في البيض ولا الكري. ودخل فيه طريزات، وبغيت نستاثر على هاد الفكره. ولا عند المصمم شي فكره اخرى. واخا خديجه نجاوبو على سؤالك، شكرا لك. تواصلتي معنا. العفو، شكرا لك خديجه. اذا هو ثوب ديال الحرير عبد الوهاب فيه الالوان كيف ما شرحات، فيه ذاك الرمادي يعني كغي، فيه روز فيشيا، وفيه الصفر اللي هو قليل، وحتى ذاك الصفر اللي هو بارد. فهي فكرت انه ديروا لبسه وبغات تعرف شنو غدير من الفوق. الوغ انا لاله خديجه من الدار البيضاء، انا كنصحها الا كانت البشره بيضاء تحاول تاخذ، ما ديرش لوغونزا من الفوق، بالعكس دير ساتان تشيس كحل اسود. أيه. باش تخرج الجماليه ديال الروز فيشيا والجون اللي كاين لتحت. وكما قلنا سابقا تحاول ديروا بلاك مامل الفوقاني. وتحاول دير ليه الخراط، تحل الخراط باش يبان، باش تبان الحرير ديال التحت، يبان الجماليه ديالو. والفوق في ساتان دوشيس تحاول تاخذ احجار في هذا اللون، ولا دير الطرز في هذا اللون اللي شارت لهم لاله خديجه. والطرز بهم ولا تنبت بهم وتخليه بلا كمام وفيه ومحلولين الخراط ديالو باش تبان الجماليه ديالو. وتخدمه الا بغات بالحرير بالالوان، ولا بغات دير له السقلي ما كاين حتى مشكل. هادو بجوج يتواتاو بجوج. واخا نمشيو هاد المره وفي مكالمه اخرى هاد المره باش نتواصلوا مع خديجه على الخط معنا من جديده. اهلا وسهلا بك خديجه.
خديجة مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اختي انا خديجة من الجديدة، بغيت نسولك علي، بغيت تخيط واحد سميتها جلابة. ايه وما عرفتش شمن لون اختي غنديرو. كنت اتصلت ثاني واحد النهار سولتكم على داك ديال المربى ديال الباربه. المربى ديال الباربه ماشي في البرنامج عندنا خديجه، سمعتي في برنامج لاله مولاتي، ماشي مشكل. غير بالنسبه للجلابه، خديتي ثوب ولا مازال؟ مازال لا باقا، مازال ما خديتوش. واخا والبشره ديالك سمراء ولا بيضاء خديجه؟ بيضاء. واخا نجاوبوا ان شاء الله للسؤال ديالك. شكرا لك خديجه، توصلتي معنا من جديده. نمشيو ناخذوا حتى السؤال ديال نوال من مدينه الرباط ونرجعوا نجاوبوا على خديجه. اهلا وسهلا بك نوال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا عم مبارك سعيد بالصحه والعافيه وباش ما تمنيتي، وشكرا جزيلا على البرامج كامله ديال ميد غاديو. العفو نوال، مرحبا. الله يبارك فيك. ان شاء الله عليكم الله يحفظكم. يا رب. مرحبا بك نوال. جوج ديال الاسئله للاستاذ. بغيت عندي التوب ديال جوهرة وسوس ديال بلوغوا. بغيت اين خياطه ندير له؟ بغيت ناخذ قفطه تقشيطه نديرها بالمبره. بغيت انا البشره ديالي بيضه، بغيت ناخذ الفيغ واش يجي معايا ولا لا؟ انا دابا تنتعلمت نبات، بغيت نصايبها بيدي. واخا واخا نوال، جاوب على السؤال ديالك. غير بالنسبه تبارك الله عليكم، العفو، توب ديال الجوهره مع السوس دي لون واحد بلوغوا؟ لا عندي البلون وعندي البلوغوا. اييه جوهره هو اللي في البلوغوا. اييه وجوهره في البيض. جوهره في البيض واخا، فيها شويه ديال لارجونتي. واخا نوال، نجاوبوا على السؤال ديالك. شكرا لكم. شكرا لك نوال، تواصلتي معنا من مدينه الرباط. اذا عبد الوهاب، غادي نمشيو للسؤال ديال خديجه من جديده اللي كتسول على جلابه هي البشره ديالها بيضاء وبغات تخيط شي جلابه، شنو الثوب واللون اللي تاخذ؟ كنصحها في هذا موسم الشتاء لاله خديجه من جديده انها تاخذ المليفه في الالوان اللي بغات، ولا تاخذ كما شرنا لابوكليت، هو لون ثوب عادي، كل كيكون محبب شويه، تيكون محبب شويه، تيكون بحال الحبه ديال الرجال، ولكن لكن هو منسوج بطريقه اخرى، بطريقه اخرى خفيفه على ديال الرجال. وديرها قصيره، ما ديرهاش طويله بزاف وما ديرهاش ايفازي بزاف، ديرها شويه مجموعه مع افتحات في الجناب، كتجي عندها رونق زوين، ما تكونش عريضه بزاف في الجلاب. واخا. بالنسبه للسؤال ديال نوال من مدينه الرباط، السؤال الاول خاص بالنسبه للتوب ديال جوهره في البيض وتوب ديال السوس دي بلوغوا. الوغ نوال من الرباط، كنحيي ناس الرباط كلهم، وكنصحب بالنسبه للجوهره والسوس دي اللي عندها، وان الجوهره تخليه القفطان اللي بغات المبره. أيه. وديرو من التحت مع فيه شويه تسقلي، دونك ديرو من التحت، سواء تبطن به داك القفطان ديال الفيلوغ اللي بغات المبره، وتحاول ترز وتنبت القفطان. ولا تخليه ديرو تكشيطه، تخليه من التحت عادي ودير المبره من الفوق، ما كاين حتى مشكل، ولا غيجي مع حيت البشره الفيغو كيجي مع اللي عندهم بشره بيضاء. والسوس دي تخليه ديرو جلابه، تا هو ديرو جلابه بالمعلم ولا بالقطيب، تيجي عظيم. وتحاول تاخذ له من تحت لون طون سور طون من احسن، يكون تدريجي، الا كان ناقص شويه ديغرادي شويه على البلوغوا اللي قالت لنا، غيكون احسن. تاخذ ليه ساتان دو سوا العادي، ساتان دو سوا ديرو من تحت غيجي عظيم. نعم. غير باش نوضحوا لنوال عبد الوهاب، داك الديغرادي بالنسبه للبلوغوا واش غيكون مفتوح ولا مغلوق؟ يكون اذا كان بلوغوا مغلوق يكون مفتوح، الا كان بلو حيت سا ديبون. نعم. كل البلوغوا كيكون عنده يكون العكس، اللون ديال الثوب الا كان مغلوق غنمشيو للمفتوح، الا كان مفتوح غنمشيو للمغلوق. وتحاول تخرج هاد الديكادي اللي غدير في السوس دي من الفوق في الخدمه ديال البرشمان وديال المعلم، باش يعطي واحد التوازن ديال الالوان. واخا. ايمان كتسول، كتقول بالنسبه للتنبات دابا كلشي ولا لا الجلابه ولا التكشيطه، بغيت نعرف شكون اللي احسن، واش التنبات بالحجر ولا بالعقيق، وشنو اللي دارج اكثر على الموضه؟ هي الموضه ما كتقولكش كاين الحجر ولا كاين الجوهر، كاين هي كاين كلشي البيغلاج. ولكن خصنا نديروه بواحد التوازن عاوتاني، ما خصناش نجيو نديرو البيغلاج بزاف ولا نديرو جوهر بزاف، ولا كنحاولوا نديرو الطرز اللي هو تيعطي واحد الجماليه مغربيه اولا للتكشيطه ولا القفطان ولا الجلابه، ونحاول هذاك الطرز نرشو شويه باحجار ولا بجوهر، ولكن ما نديرش بزاف، ما نخليش الجوهر هو اللي يغلب على الطرز، نخليو الطرز لا في الجلابه ولا في القفطان، بحال
بحال ولا في التكشيطه حتى هما. دونك كنظن ان الموضه كتجمع هذا الشيء كله هو كتجمعه بتوازن. نعم. اسمس من عند نبيله كتسولك بالنسبه للجلابه للحضور، واش السفيفه بالصقلي ما فيهاش مشكل؟ لانه فكرت غير ندير جلابه ولكن تكون الحضور وفكرت نخدمها بالصقلي، خفت انه يجي مشعشع بزاف. الا كانت الحضور ما غاديش مشعشع بزاف الا خدمت واحد السفيفه اللي هي رقيقه ولا دارت الضفيره تسقلي. الا كان احسن. وتحاول ما تخدمهاش حتى الجلال، تحاول تخدمها مدوبله من الفوق ولكن توقف غير جهه العطاي. نعم. نمشيو هذه المره نتواصل مع باقي المستمعين الكرام دائما وارقام دار الاشاره. وهذه المره في مكالمه معنا خديجه على الخط، خديجه اخرى اليوم معنا من مدينه الدار البيضاء. اهلا بك خديجه. شكرا. اهلا بك. انا هذا النهار كتب عليكم خديجه. مرحبا. بارك الله فيك. شوف لالا خديجه كيقولوا لي ما عندوش خديجه في الدار شنو يدير؟ خصو يكتبها. مرحبا. انا عندي غير سمعتو دابا، كنت كنطنط وسمعتو قال لك الباس القديم رجع موضه صديق الصاله مخبانيه. وبغيت نستشر، انا عندي قريبا واحد المناسبه وعندي الباس ديالي قديم زعما. أيه. واش ممكن نلبسهم؟ وغنسقسيه واش يقدر ندخل عليهم شي تحتينات؟ حدا بالاكثريه كاينه التنبات و والحزه. أيه. انا عندي لبسه في البلوغوا هذا قطعه التحتاني والفوقاني. أيه. هذا مفتوح من الجناب والفوق فيه بالسيفه والعقد زودين حتى تحت الحزام. واحد هي بحال الشكل ديالها بحال الشكل ديال الجهارة. نفس هذوك سميتو فيهم غير شي رشيشات بنفس اللون، صادير ما فيهم شي الوان اخرى. واش كاين شي طريقه باش نزيد سميتو؟ واش باقا نقدر نلبسها الا حسنتها شويه زدت لها الاحزار ولا شي حاجه؟ واخا لاله خديجه. وحده اخرى الله يخليك، عندي اون نوار والفوقاني ديالو الثوب رومي. رومي فيه غير البلون ونوار، الفوق غير البلون ونوار. مخدوم بخدمه بلديه ديال المعلم زواق ديال المعلم. واش حتى هي يعطيني شي فكره باش نقدر نحسنها؟ واخا نجاوبوا ان شاء الله على اسئلتك بزوج لاله خديجه. شكرا. وغنزيدك واحده اخرى الثالثه. عندي جلابه الثوب ديال السفدي بغيتو نديرو لولدي. جلابه باش ينصحني فيه هو في امباج كليغ. الولد شحال في العمر ديالو لاله خديجه؟ وفي عمره واحد 25 عام. دابا باغي يتزوج، سي بوغ سا كنسقسي واش يصلح. اذا جلابه للعريس. فوالا لله. واش من خدمه ندير فيها؟ واخا الله يكمل بالخير ان شاء الله. بارك الله فيك. وشنو يصلح لي ندير له من التحت؟ هذه لا كولور وشنو يلبس؟ واخا البشره ديالو الا سمحتي لاله خديجه، اللون ديال البشره ديالو بيض. ابيض. بيض طويل. شكرا لك لاله خديجه، تواصلتي معنا. بارك الله فيك وكنشكركم بزاف على هذا البرنامج وعليكم كلكم، تبارك الله عليكم. الله يبارك فيك. شكرا لك لاله خديجه وربي يكمل بالخير ان شاء الله على كل وليدات. اول سؤال وهنا غادي نتكلموا عبد الوهاب، لانك شرتي انه ذاك الخياطه ديال زمان راح نرجعنا ليها. اذا هذه فرصه باش كنقولوا اي سيده عندها شي حاجه قديمه في البلاكار نساتها جبدها وتلبسها، واخا ما تخيلت تحسينات خاصها تعرف انك تلبس واحد اللوحه فنيه مغربيه. نعم. وكتكون باللباس ديال هذه اللوحه كتكون امباسادريس سفيره ديال القفطان وديال نعم. الصناعه التقليديه في المغرب. دونك نجاوبوا ان شاء الله لاله خديجه من كازا. بالنسبه للقفطان ديالها الاول اللي البلوغوا اللي فيه اللي بغات تخلي تحسينات، تنصحها انها تحلى قاد للتحت وتحاول هذوك الرشاشات اللي عندها تنبتهم باحجار رقيقه وتزيد واحد كنسميهم واحد بحال السيكات كيكونوا في 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 الايدي باش تطلع باش تطلع الكمام ديالها. واخا باش الكمام ما يبقاوش داك الشمار. اي داك الشمار دير الشمار ودير تحاول دير الشمار باش تعطي واحد الجماليه لهذا اللباس الجديد اللي غتولي جديده وتقدر تلبسها وقت ما بغات. السؤال الثاني اللي هو عندها الفوقاني ديالها اسود ومخدوم بالمعلم، تنظن ان تاخذ الخدمه المعلم وتزيد اذا كان في الابيض وفي الاسود تنظن تحاول تدخل عليه الجوهر. الخدمه المعلم تركب فيها الجوهر يكون بيض ويكون داير على خدمه المعلم، وغيعطي واحد واحد رونق اخر وغتبان الخدمه اكثر بالخدمه المعلم. بالنسبه للولد اللي قابل على الزواج والله يكمل عليه بخير ان شاء الله، كنقول لها انها جلابه ديرها له بلا كمام.
التوب ديال السوس دي. السوس دي تخليه بلا كمام، تحاول دير جلابه بلا كمام وتحلو العقاد لتحت من لاطاي لتحت، ولتحت دير جلابه دور كولور شامبان. اي داك الباج محمر، داك الباج محمر، وتخدم لهم بالمعلم في الكمام وفي الرجلين، يكون سروال قندريصه في الرجلين، يكون قصير شويه، وتخدم الكمام حيت ملي كيكون واحد عنده قامه طويله كنحاولوا نديروا سروال قصير باش يبان القامه ديالو كامله، وتحاول تخدموا بالمعلم ودير الكول ديروا حتى هو داير كل غاتكو، وتخدموا بمعلم، تخدموا حتى لتحت. واخا غادي نمشيو هاد المره باش نتواصلوا مع ام اسلام على الخط معانا. اهلا وسهلا بك ام اسلام. الو السماء. مرحبا معك عفاف. اهلا ام اسلام. من العفاف كي دايره لاباس؟ اهلا وسهلا. بارك وشركم علينا وعليك ان شاء الله. عليك لاله. ما يخليك، بغيت نسول الخبير، بغيت واحد ندير واحد القفتان بالحزام، ولكن بغيت نطرجو طرز الرباطي، وبغيتو يوريني اش من تويب اللي صلح لي، بغيتو يكون تويب طايح ولبسو في الشو صيف. البشره ديالك بيضاء ولا سمراء ام اسلام؟ ما بيضاء. واخا نجاوبوا على سؤالك ان شاء الله. شكرا لك تواصلتي معنا. بارك الله فيك لاله. واخا وهذه فرصه باش غادي نجاوبوا حتى على السؤال الا سمحتي ديال خديجه كذلك. مرحبا. كتسول عبد الوهاب. خديجه هذه المره من الريصاني كتسول على قفطان بلا حزام، واش مازال دارج على الموضه ولا لا دابا القفطان كيخصو الحزام ضروري؟ القفطان ما كيخصوش الحزام ضروري، بالعكس هي كلشي في القصه في القصه ديال ديال في لاكوب ديال القفطان. اذا الفصاله 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 هي اللي كتحتم لينا واش نديروه بالحزام ولا ماشي بالحزام، حيت الا كان ايفازي وطويل كنظن ان الحزام كيعطي واحد الرونق واحد الجماليه مع كتكون القفطان كيكون قريب للجسد، وكنحاولوا نخرجوا داك لا سيلويت ديال 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 المراه، ولكن كاين قفطان لكن قفطان اللي كيجي عظيم بلا حزام، ولكن خصنا القصه ديال اسمح لي لاكوب ديالو تكون قابله انها تلبس بلا حزام. دونك بيان سور ما يمكن لا دير قفطان بالحزام، ما كاين حتى مشكل، غير ما تحاولش ديروه عريض بزاف، ديروه شويه قريب وما يكونش واصل ما يكونش طويل بزاف، يكون قصير وناقص في لي فازي. واخا ام اسلام هي فكرت انها دير قفطان بالحزام وترزو بالطرز الرباطي، بغات ثوب يكون طايح وتلبسو شتا وصيف. الثوب اللي غنصح به هو الفلور دو سوان. أيه. هو طايح وجميل، مبرد ديال الحرير، مبرد ديال الحرير. نعم. وتحاول ترزو بالرباطي وترزو في ديرو في الخراط، دير الطرز الرباطي في الخراط، الخراط حتى هما يطرزو، هما الوحيدين اللي يطرزو. ودير عاوتاني المضمه بنفس الطرز، وما ترز حتى حاجه اخرى من غير الخراط والمضمه. اذا قفطان نطرزو غير الخراط والحزام. والحزام نعم. كافي. اذا الكمام والصدر لا ما نقيسوهمش، حيت الكمام تقدر دير الشمارات بنفس اللون ديال الطرز. أيه. باش تعطي واحد الغابيل ديال الطرز ديالها، ولكن تحاول تخدم الخراط مزيان بالطرز الرباطي، وتخدم المضمه تكون تاي بالطرز الرباطي، كيعطي واحد الهمه للمغربيات. نعم. نمشيو هاد المره الاس ام اس من عند ليلى. كتسولك عبد الوهاب عندها مشكل انه القامه ديالها قصيره بزاف، عندها مترو 51، وقالت على انه كضطر انه الطالون دائما خصو يكون عالي بزاف، الرجل ديالها ما كترتاحش، فكتسولك غير واش كاينه شي حيله مثلا بالنسبه لهكذا البنات اللي القامه ديالهم قصيره وكيبغوا يلبسوا اللباس التقليدي خصوصا التكشيطه، يعني هنا الفصاله مثلا شنو تقدر دير فيها الا كانت القامه قصيره بزاف؟ إذا كانت القامة قصيرة بزاف كنحاولوا نخدموا لي ديكوب اللي هو الجيلي، تقدر تدير الجيلي وتقدر دير البسال تحت منه، وما تخدمش الطول بزاف، بالعكس دير قفطان اللي يكون واصل مع ما يكونش طويل. نعم. يكون قصير شويه، وتحاول ديما تحل الخراط ديالها، تحل الجناب باش تعطي واحد كدير تمويه، تدير تمويه للقامه ديالها. وتحاول المضمه تكون رقيقه بزاف، ما تكونش عريضه، ويحاول الكمام يكونوا قراب للجسد ديالها، ما يكونوش عراض، يكونوا مقبوطين، يكونوا مقبوطين وما يكونوش عراض في الدراع ديالها، يكونوا لاصقين شويه في الدراع ديالها. باش نحاولوا نشوفوا الجسد ديالها كما هو، ونحاولوا نخرجوا لي زافونتاج ديال الجسد ديالها بلا ما نطيحوا في هذيك القضيه ديال طول القفطان والوسوئيه ديال القفطان. واخا غادي نرجع عندك دائما خبير الموضه عبد الوهاب بن حدو، حلقه اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي على الماد غاديو، دائما تواصلكم معنا على 0522 46 50 51 أو 52. فاصل وراجعين، خليكم دائما على ميد غاديو الإذاعة القريبة منكم وبرنامجكم سيداتي سادتي اليوم مع خبير الموضة عبد الوهاب الحدو. مرحبا بأسئلتكم على 0522 46 72 50 51 أو 52. في مكالمة معنا ربيعة على الخط من مدينة مراكش. أهلا بك ربيعة. سلام أختي عفاف. أهلا وسهلا بك ربيعة. لا 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 بس عليك. الحمد لله. مرحبا.
كنشكركم بزاف على هذا البرنامج. العفو، اهلا وسهلا. عافاك بيت نسول الخبير اللي معك. مرحبا. عافاك عندي واحد التوب ديال الموبرا وما عرفتش شنو خيط تحت منه. واخا بغيتيه لبسه طبيعه الحال ياك ربيعه. واخا اللون ديالو على الربيعه في الخضر بارد. خضر بارد. واخا واخا. والبشره ديالك سمراء. واخا شكرا ليك ربيعة، تواصلتي معنا من مدينة مراكش. على واجب، كنشكركم بزاف. العفو، شكرا ليك. تفضل عبد الوهاب. الو لاله ربيعة من مراكش، عندها المبرة خضراء ومع هي شويه صبر سمراء، دونك مزيان بدا ديجا انها عندها الخضر بارد، وكنصحها انها دير الى بغات دير البيج تحت من الخضر. وتحاول تخدم. انا كنظن انا كنظن هي بغات تكشيطه، ما بغاتش خفه. اذا انت دير البيج من تحت وتحاول تخدم البيج بالمعلم في القدام في الجلال وفي الاكمام، وتحاول دير الشمارات في الجناب باش تطلع وتبين داك البيج اللي تحت اللي غيعطيها واحد اللي غيضوي ليها البشره ديالها. دونك تحاول الفوقاني ما تخدموش، تخدم لتحت بداك اذا كتخدمها بالسقل اللي دخل عليه الاخضر ولا كنستخدمها بلا سقل دخل عليها الحرير باللون ديال المبره، وتحاول تنبتو شويه باش يعطيها واحد باش تبان الخدمه اكثر ويضويها البشره ديالها. واخا نمشيو هاد المره من بعد ربيعه نتواصلوا مع سعيده على الخط معنا من نفس المدينه. اهلا وسهلا بك سعيده. السلام عليكم الاخت عفاف. وعليكم السلام ورحمه الله. كي دايره اختي لاباس عليك؟ الحمد لله مرحبا. انا واحد المدمنه على راديو بلوس. على ميد راديو. على ميد راديو. اسمحي لي. مرحبا بك. نشكركم بزاف، كنشكركم على هذه البرامج كنستافد منهم بزاف. شكرا لك سعيده. شنو هو سؤالك؟ الله يخليك، عندي انا بغيت ندير واحد الجلابه دابا في هذا الخريف. وما عرفتش اش من ثوب ندير، ثاني مشيت نشوف الثوبات الثانيه وما عرفتش اش من ثوب ندير واش من لون. والله يخليك السؤال الثاني. عندي واحد جلابه في المبره في الزرق. ومخيطه بالصفر وما عجبانيش ما لبستها كاع. مبره في الزرق ومخيطه بالصفر. مخيطه فيها السفيفه بالعقد الصفر وفيها الجيب محيده ليها كاع دوك الجياب ومخيطاهم، ولكن نفس ما جاتنيش هي هذيك. ما عرفتش اش ندير لها، وداك الثوب عجبني وما لبستوش. واخا اللون ديال البشره ديالك سعيده؟ انا بيضاء وفي الوزن ديالي 80 كيلو. وبيضاء. عندك شويه زياده في الوزن؟ عندي 80 كيلو تنوزن. نعم. شكرا لك سعيده، تواصلتي معنا من مدينه مراكش. تفضل عبد الوهاب. نبداو باول سؤال بالنسبه للجلابه للخريف، اش من ثوب واش من خياطه؟ انا الجلابه بالخريف ديما كنحاول نشير المليفه كتكون زوينه، ولا كانت المليفه تكون خفيفه ماشي الغليظه. نعم المليفه رقيقه. المليفه الرقيقه، وتحاول تخدمها بلون اللي هو حار شويه باش يخرج البشره ديالها البيضاء. وتحاول تخدمها مع هي عندها زياده في الوزن شويه، تحاول ما تخدمهاش ايفازي بزاف، ديرها دغوات. نعم. مع افتحات الجناب باش ما تبيش البنوك ديال الجسم. تماما. وبالنسبه للجلابه اللي عندها اللي بالفلوغ اللي هو المبرا زرق وخدمها بالصفر، الوغ في الخدمه ديال الصفر تحاول تزيد فيها احجار في الزرق باش تحاول تطفي ذاك الصفر اللي كاين عندها في الخدمه. أيوة. وتحاول تخلق توازن وتزيد حاجه اخرى الا قدرت انها تضيف عليها سروال سروال قندريسه في نفس الزرق بالحرير لكان احسن، باش تحاول تعطي واحد رونق شامل للجلابه وما يبقاش عندها هذا المشكل ديال الخدمه اللي مدرونجيها بزاف. واخا نمشيو للاس ام اس من عند سعاد. عبد الوهاب كتسولك انه عندها بنيته العمر ديالها 12 سنه، في عاشوره في المناسبه ديال عاشوره خدمات ليها واحد اللبسه يعني تكشيطه على اساس لبسه في هذه المناسبه، والمشكل لقات على انه جاتها قصيره. فدابا كتسولك غير هذا العيب، واش ممكن عنده شي حل او لا؟ تكشيطه اللي جات قصيره. التكشيطات قصيره كنحاولوا نحلوا لها العقاد كلهم ونخليوها بحال التكشيطه محلوله، يعني محلوله الفوقاني كيولي محلول. الفوقاني كيولي محلول، ونجيو لتحت ونديروا بدعيه. الا كانت الفوقاني دفينه بالكمام، نحاولوا التحتاني نديروه بدعيه بالكمام، ونحاولوا نديروه طويل، ولكن نحاولوا نحزموه باش يعطينا واحد رونق، ونخليو الفوقاني بحال هو فيست. أيوة. ولكن نحاولوا نديروا الخديمه لتحت ولا الفوق باش يعطي واحد الجماليه للقفطان. نمشيو هاد المره الاس ام اس اخر من عند نبيها، كتقول بغيت نعرف العرض ديال الحزام بالنسبه للسيدات اللي كتكون عندهم الكرش شويه، فكتسولك على العرض ديال الحزام شحال خاصو يكون بالضبط اذا كانت الكرش عند السيده. الحزام يحاول يكون ما يفوتش 8 سنتيم في العرض. وهي من الاحسن يكون حزام رقيق
ما يكونش غليظ، حيت كل ما كان غليظ كل ما كيزيد يبين الوزن كبير، بحال كيعمر، بحال كيعمر. دونك كيكون حنا عندنا زياده في الوزن كنحاولوا نخدموا بصاله قراب الجسد، وكنحاولوا نخدموا بهذيك كوب اللي قصار ماشي كبار، باش يحاولوا يبينوا توازن في الجسد ديال المراه. نعم، ونبيها كانت سولات حتى على المجدول، قالت وليت كنشوف بزاف ديال الباسي في كتالوج او لالا او لا شي حاجه اخرى اللي كيكونوا لابسين المجدول، فكتقول لك واش هو اللي دار رجع الموضه، لانه كتقول انا عندي ثلاثه وما كنتحزم بحتى شي واحد فيهم. تقدر تحزم فيهم ثلاثه الا كانوا المجدول اللي كان زمان عملوها، كنا كنشوفوا الجداد ديالنا زمان. تماما، بدينا كنشوفوا لا طوندونس دابا، كاين المجدول وكاين حتى التخمال اللي هو غيبدا يرجع بكثير. أيوة. كنخملوا الجلاير، كنخملوا الجلاير يرجع بكثير. دونك عند المجدول بالعكس تخدموا حتى في الجلباب كيجي عظيم، المجدول في الجلباب، المجدول في الجلابه كيجي عظيم، والمجدول تخدموا حتى في اللباس ديالها اليومي، تقدر تخدم المجدول ديرو بلاصه السنطه كيجي عظيم مع كتكون انتوش ماروكان، والمجدول في خدمه عظيمه المجدول. اللي هو اللي هي تقدر تلبسه مع اي حاجه بغات تلبسه معاه، لا راجع على مود المجدول الحمد لله. شكرا لك خبير الموضه عبد الوهاب بن حدو، جاوبتي على تساؤلات ديال كل المستمعين في الحلقه ديال اليوم، فمشكور مره اخرى. شكرا لكم لاستضافتكم ليا، ميرسي. احنا وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي، ما تنسوش انه موعد جديد ان شاء الله غادي يجمعنا معكم فيه مزيد من الافكار ومن الاقتراحات في الحلقه ديال غدا.